نعاود تاني انقطاع، لكن برضو يعني ابريشيت السوشيال ميديا اللي هو مارك زكربيرج اللي هو بتاع الفيسبوك، وكتبت عليه مقالة على صفحتي في الفيسبوك ونشرتها في الجرائد العربية. ازاي الناس دول مع بتوع جوجل مع بتوع يوتيوب غيروا الدنيا؟ ناو بيكوزو من الناس دي احنا بنتواصل لك، قاعد في بيتك مرتاح 24 اشقرات بتتفرج وبتسمع، لا تضيع وقت لا في مواصلات ولا في لبس ولا تضيع اي حاجة في اي اتجاه، فايدة كده كاملة بالمجان، شيء رائع. يعني اشكر الناس دي وكتبت عليهم مقالات كلهم. فعلى وجه التحديد همشي على الفيسبوك، عشان كده بشكر مارك زكربيرج، واللي قلت ان هو قال انه هيتطوع بكل ثروته باذن الله في نهايه حياته هتروح للاعمال الخيريه. ادي الكلام اللي المفروض يحصل في كل بلدان العالم، يا رب يا رب. نعاود تاني يا شباب، من اول حاجتين بيتحكموا في الابزوربشن، رول اوف ديتري ايرن، شوف الروعه. لو كلنا حديد كتير في الدايت اوتوماتيكالي الداي فيلان ميتال ترانسبورتر يقل، يعني حتى الزياده دي مش هتعرف تمتصه، ان الكارير قل، عوض الزياده في الحديد ان الكارير بتاعه قل، سموها ميكوزال بلوك. الاهم ودي حاجه عارفينها حديثا نسبيا، هرمون بيطلع من الكبد بيتحكم في الحديد الابزوربشن وغيره والريليس، اسمه هيبسيدين. هيب عشان طالع من الكبد، هيب هتقول لك فلان عنده هيباتايتس يعني التهاب الكبد، واي ان يعني بروتين. هو هرمون معمول من 25 امينو اسيد. وبقول مفيش حد يكره الحديث في الدنيا قد الهيبسن، خلف الله خليفه خلف خلاف المحامي بتعبير عادل امام. الحديد والهيبسن، الهيم والهيبسن لا يجتمعان، ما يكرهين بعض، ده الميجر ريجوليتور، ده الاساسي. شوف بقى بيعمل ايه الهيبسن. انت عندك مصدر الحديد حاجتين، يا تمتصه من الاكل، بيقلل انستان الابزوربشن. ازاي بقى؟ عن طريق الكارير المشترك اللي عند البيزو لاترال بوردر اللي هو الفيرو بورتن، يعني يشتغل على القاسم المشترك الفيرو بورتن حتى ما انتش هتمتص. طيب وبعدين، طب الريسايكلينج بيجي ازاي؟ الحديد بتاع الريسايكلينج بيبقى ريليزد باي ماكروفيج ومن الليفر سيلز اللي هي فيها المخازن، الماكروفيج اللي بتكسر الار بي سيز والمخازن اللي هو الليفر سيلز، فبيقلل الريليس بالماكروفيج والريليس باي ليفر سيلز. فزي ما بقول تفتكرها ما حيت تقول دكتور ناجي قالها لي، الهيم والهيبسيدين، حتى اقولها بتعبير كده بنطق مش كويس قوي انما زي بعضه عشان تفتكرها، الهيم والهيبسيدين خلف الله خليفه خلف خلاف المحامي، لا يجتمعان. وشوف الهيبس ليه ده الميجر ريجوليتور، لانه الاولاني كان بيشتغل على بتاع الدايت بس اللي هو القليل، انما ده بيشتغل على بتاع الدايت وبتاع ريسايكل، بيقلل الانسان ابزوربشن وذكاء اكتر. راح ضرب الكارير المشترك للناحيه الثانيه اللي كان عند البيزو اترا بوردر اللي هو الفيري بورتن، ومش كده وبس، ودور على بتوع ريسايكلينج. الار بي سي القديمه بتتكسر فين؟ في الماكروفيجز، منع الريليس اوف هيموجلوبين من الماكروفيجز، وبيختزن فين؟ في الليفر سيلز، منع الريليس باي ليفر سيلز. اذا الريزلتس، قلل انستان ابزوربشن وقلل ريليس باي ماكروفيجز وريليس باي ليفر سيلز، كل ده قلل، السام نازل تحت يعني قلل. يبقى لا في دايت ولا في ريسايكل. يبقى انت بيكتبوهم في الكتب ثلاثه، لكن العبد الله شايفهم اثنين، لان مصدر حي اثنين، يا اكل يا اما ريسايكل. فهو منع الاكل الابزوربشن ومنع الريسايكلينج اللي هو الماكروفيج والمختزن من ليفر سيلز. فاكتورز افكتنج هيبسيدين، فكر معايا انت، لو واحد عنده هايبوكسي يبقى الاكسجين ناقص، يبقى عاوز يزود الار بي سيز ولا يقللها؟ قلنا ده دي اهم حاجه، بتزود الار بي سيز عن طريق الاستروبيتين. طب هتزود الار بي سيز ازاي من غير حديد؟ ما هي اهم حاجه فيها الحديد، الهيموجلوبين اللي هو اهم حاجه في الار بي سيز معظمها حديد. يبقى الحل ننقص اهي علامتين ماينس، ننقص الهيبسيدين، يبقى كلام منطقي. بالعكس واحد عنده ايرن لودينج يعني كل حديد كتير قوي، يبقى مش عاوز الحديد ده، لان قلنا الحديد لا ينطبق عليه زياده الخرخرين، يبقى يزود عدو الحديد وهو الهيبسيدين. دي حاجه بقى مرضيه، وجد الانفلاميشن اللي هو الالتهابات ليه بتعمل انيميا، ما كناش فاهمين، لان الانيميا بتزود الهيبسيدين، ومن اسمه هيب هيباتايتس افتكر، يبقى طالع من الكبد، اي ان علمتها لكم عن بروتين، بروتين من الكبد لانه
25 امينو اسيد واتفقنا مش هنعيد عشان ننجز كميات. ما تخافوش. When I promise, الا طبعا قضاء الله الذي لا املك فيه شيء. We will finish في وقت مناسب اسمع المحاضرات اكتر مره. مش عاوز اقول لك هيبقى مستواك ايه في الفسيولوجي، مش هقولها بطريقه معيبه، هتبقى فاهم كويس قوي 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 اكتر من كثيرين. خليني اقولها كده. هيموزيدروزيس بقى ده المرض اللي قلت لكم عليه، اللي هو مرض مميت، لانه قلت ان الهيموزيدرين ده اللي هو ستورد اير، واحنا قلنا ان الاير اللي بيختزن في الليفر والسبلين شفناها في رسمه قبلها وفي البون مارو بيبقى موجود في صوره هيموزيدرين في الثلاث مناطق دول. لو انت امتصيت حديد زياده يبقى الهيموزيدرين هيزيد، هيديك مرض مميت اسمه هيموزيدروزيس اكسس هيموزيدرين ديبوزيت. امتصيت زياده وبالتالي اختزنت زياده، امتصيت زياده يبقى الخلل بيبقى اساسا في الابزوربشن فيؤدي الى اختزان كتير، هتموت بسبب هذا الهيموزيدرين. تعال نشوف ايه اللي بيحصل. الهيموزيدرين ده هيترسب في الجلد هيدي سكين بيجمنتيشن، هيبقى لونه برونزي. هيترسب في البنكرياس يبوظه ويحصل لك ديابيتس. عشان كده سموا المرض اسم تاني جميل قوي برونزن دايبيتس. فاهم ليه؟ جه من الظواهر بتاعت المرض، لما ترسب في الجلد بقى لونه برونزي وترسب في البنكرياس بقى سكر فسموه برونزن دايبيتس. ده الهيمو زيدروز. بيترسب في الليفر يؤدي الى شيئين، تليف ليفر سيروزيس وكانسر ليفر كارسينوما. بيترسب في التستكل يعمل لها دامج، وفي البرين والهارت يعمل لهم دامج. ده الهيمو زيدروز. عشان كده قلنا الاكسس اير ليثل، اهو ايرن اوفرلود انجليز. الخلل بيبقى فين؟ مش انك اكلت كتير، المفروض انت تاكل كتير، ربنا مظبطك تمتص اللي عاوزه بس. يبقى الخلل حصل في الابزوربشن ادى الى زياده في الهيموزيدرين ديبوزيت، فادى مرض اسمه هيموزيدروزيس اكسس هيموزيدرين ديبوزيت. اشهر حاجتين لازم تبتدي بيهم، لان الهيموزيدرين ده ليه اسم اخر هجيبه لكم في الام اس كيو، برونزن دايبيتس. برونزن دايبيتس عشان الجلد بقى فيه لونه زي البرونز والبنكرياس باظ بقى فيه دايبيتس، بالاضافه الى الدامج للليفر ليفر كارسينوما وسيروزيس برين هارت اند ستيكولار دامج. انتقل بقى للانيميا. قبل ما انتقل بذكرك انه الحديد ده يا شباب ذا موست امبورتنت كوز، قلت لك كثير من الزملاء ما يعرفش المعلومه دي، اوف انيميا وورلد وايد از ايرن ديفيشنسي انيميا، انيميا نقص الحديد. ده اهم نوع على الاطلاق، اوعى تنسى مش البي 12 والفوليك اسيد، ده النوع الاهم. عشان كده شايف انا اصرفت صفحه واحده بس في الحديد في البي 12 والفوليك اسيد، لكن باصرف ثلاث صفحات في الحديد. تعالى اديك في الـ في الـ في الـ في الحديد اقول لك الكوزس of iron deficiency، اسباب نقص الحديد. ومره اخرى يا شباب بدأنا ناخد على بعض، عشان كده قلت لك مش هنمشي بالبطء، ياه هننجز انجازات رائعه. اسباب نقص الحديد رقم السعد 3، يعني عندي اربع مجموعات كل مجموعه فيها 3. هتقولي ليه انت بتعمل كده؟ انا بدرس سايكولوجي، ده اسمه سايكولوجي اوف تيتشنج، يسموها منتال سيت، التهيئ الذهني. لو انت مهيئ ان لكل معلومه من الاربع معلومات فيها ثلاثه هتتذكرها اسهل من لو قلتهم هم بس ما انتش خد بالك ان كل لسته فيها ثلاثه، لان انت بتقول كل لسته فيها ثلاثه بتعد معاها، ادي واحده اثنين ادي الثالثه ادي واحده اثنين ادي الثالثه. لقوا ان الذاكره بتتغير تماما لو عندك تهيؤ ذهني، نسميها في السيكولوجي منتال سيت. ذس واي انا بستخدم رقم الحظ، زي ما قلت لكم في الالكترونكس سوماتيك رقم الحظ 1، الالكترونيك رقم الحظ 2، هنا اللسته دي رقم الحظ بتاعها 3. تعال نفكر ايه اللي ناقص حديد. انا دخلت الامتحان مش فاكر، بس الفسيولوجي كما الحياه، اعتبر الحديد سلعه، ايه اللي ناقصه في البلد؟ يا السبلاي قليل يا الريكويرمنتس كتيره، يبقى يا اما الوارد قليل يا اما الاحتياج كتير. منطق الحياه مش منطق الفسيولوجي، الفسيولوجي كما الحياه، يا نقص السبلاي يا زياده الريكويرمنتس. طب نقص السبلاي ليه؟ يا نقص الانتيك ما باكلش حديد، او نقص الابزوربشن في خلل في الابزوربشن. طب نقص الانتيك في ثلاث اسباب. خدنا اول واحد الانفنت، مرغم اخاك لبطل،
اخوك الرضيع ايه الاكله الوحيده اللي بيعتمد عليها؟ الرضع. وانا قلت لبن الام فقير في الحديد، وهكملها لك بقى. الواحد فاهم اكثر زي ما بقول من كثير من الزملاء، وغني في ايه؟ في ايه؟ في الكالسيوم اللي بيكون بيك مع الحديد. يعني المصيبه مصيبتين، ان اللبن فيه حديد قليل وفي كالسيوم بيشغل الداي ميتال ترانسبورتر. طب تاني حاجه مال نيوتريشن، يعني سوء تغذيه. مال يعني سوء. واقولها في عجاله فقط معلومات العامه، ملاريا افتكروا انها مش بتيجي من البعوض زمان، لك لما بتروح للمنطقه اللي فيها بعوض اللي هي المستنقعات بيبقى ريحه الهواء وحش، فافتكروا انك انت لما تشم الهواء الوحش ده تسخن وترتعش، فعشان كده جاء اسم مال اير، يعني هواء فاسد، مالاريا مال اير. فمال نيوتريشن يعني نيوتريشن فاسد. حضرتك ما بتحبش الاكل اللي فيه حديد، تاكلش طماطم حمراء فيها حديد، سبانخ حمراء فيها حديد، كبده حمراء فيها حديد. او واحد ستارفيشن مجاعه، يعني مش لاقي ياكل لا حديد ولا غيره، يبقى انفانت مال نيوتريشن ستارفيشن. ادي تالت. ناخد نقص الابزوربشن، خدها بالترتيب. مين يلوم الحديد؟ الاتش سي ال. يبقى في اكلور هايدر، معناها في اللغه نو هيدروكلوريك اسيد، نو اتش سي ال. ا يعني نو، اكلور هايدر. واحد مفيش اتش سي ال بسبب انه شال الاستومك، فمفيش اتش سي ال، او في الخليه اللي بتطلع الحديد يعني للاسف بتطلع الاتش سي ال مش موجوده، يسموها الاوكزانتيك سيلز، حصل لها اتروفي. طب بيمتص منين الحديد؟ فاكر كام؟ من الديودينم اساسا، يبقى ديودينال ديزيز. وفاكر ليه؟ لان احنا محتاجين اتش سي ال. الاتش سي ال بيبقى بخيره في الديودينم، لسه ما اتعدلش، ما ابتدى المعادله في الابر جينم، عشان كده المتصاص في الديودينم والابر جينم. طبعا الديودينم اهم، فالديودينال ديزيز تؤدي الى نقص الابزوربشن. يبقى ده تاني سبب. اوعى تنسى، تحب اذكرك الفوليك اسيد من الحته اللي بعديها جيجنم، البي 12 للاوائل مش ايليم، اللور ايليم اخر حته في الايليم. طيب تالت حاجه، ان في اكسس حاجات تعوق امتصاص الحديد. من اهم حاجه كبنها بس عندنا ما بيهتموش بيها، واتصور في ناس كده مش واخده بالها منها، الكالسيوم. وانت فاهمها ليه؟ لان بيكمبيت بيتنافس مع الحديد، لانه ثنائي التكافؤ زي الحديد. بيتنافس مع على مين؟ على الداي فيلنت ثنائي التكافؤ ميتال ترانسبورت. ده اهم سبب. ما تاخدش كالسيوم مع الحديد لو انت عندك نقص الحديد، ما تاخدش معاه لبن وزبادي وجبن. تانس دي اتصور برضه عدد من الزملاء ما يعرفهاش. التانس دي ماده موجوده في الشاي والقهوه، تقلل امتصاص حديد، بترسبه. ثم الفايتك اسيد اللي هو موجود في الرده، اللي هو العيش السن او بتاع التخسيس. انت عارف الرده هي حبوب القمح فيها قشره، دي اللي فيها فايتك اسيد. لما تاخد حبه قمح بس يجيك الباجيت، العيش الابيض الحلو، العيش الشامي. لما يعني تطحنها مع القشره تبقى فيها فايتك اسيد. فيها ميزه طبعا انك انت ما فيهاش كالوريز، تنفعك في التخسيس، بس فيها فايتك اسيد بيقلل الحديد شويه. لكن لو انت بتاكل حديد كويس مفيش مشكله انك تاكل عيش يعني تخسيس، ده مفيش اي مشكله فيها على الاطلاق لو بتاخد كميه كافيه. يبقى برضو الليسته فيها ثلاثه. نيجي زياده الريكويرمنتس، يبقى قلنا اما الوارد قليل يا اما الاحتياج كتير. طب قسمتها هنا، قلنا يا انتيك يا ابزوربشن، كل واحده فيها ثلاثه. هنا اثنين برضو، زياده الريكويرمنتس يا فيسيولوجيكال، حاجه فيسيولوجيه، يا اما باثولوجيكال، يا معناها حاجه مرضيه. كل ليسته فيها ثلاثه. مين الفئات اللي محتاجه حديد اكتر؟ الانفنت، لانه بينمو، والطالب ذكي. يا ده الانفنت ده عنده المشكله دبل، ان السبلاي قليل، اللبن ما فيهوش حديد، وبسبب نموه محتاج حديد كتير. عشان كده ده من اكثر الفئات عرضه ان يجي له اير ديفيشنسي انيميا. عشان كده بنسبلمنت الاكل بتاعه بحديد لما في الوقت المناسب طبعا. تاني مرحلة بتنمو فيها بسرعة البلوغ، الادوليسنس، البلوغ. تالت فئة في المجتمع محتاجة حديد كتير اللي هو الفيميل، في مرحلة الإنجاب، إن ريبرودكتيف بيريود، في مرحلة التكاثر والإخصاب والإنجاب. ده ساعات سؤال شافه جميل يقول لك، طب أنت للناس اللي فاهمة طبعا بيسألوا السؤال ده، أنت عارف إنه ده أهم سبب الأنيميا في العالم، الآر ديفيشنسي أنيميا. من هي الثلاث فئات الاكثر عرضه في المجتمعات لانيميا نقص الحديد؟ اديك عرفتهم وخرتبتهم ترتيب مع شقتي مثل عشق النظام.
بترتيب الحياة infant أول مرحلة مو سريع، تاني مرحلة بتمو فيها بسرعة في البلوغ adolescence، ثم الفيميل في reproductive period. نيجي ثلاث أسباب pathological. إمتى احتاج حديد كتير؟ لو بنزف كتير chronic bleeding، أي مرض بيعمل chronic bleeding، زي واحد عنده bleeding peptic ulcer قرحة معدية بتنزف، bleeding piles بواسير حوالين الشرج عبارة عن أوردة متورمة محتقنة حوالين الشرج، لما بتعمل تبرز بتتعور بتنزل ده chronic bleeding. أو بنت، البنات مش كل البنات البيريود بتجيلها بنفس القوة، بنت عندها heavy منستريشن بيجيلها في أثناء منستريشن بتفقد كميات كتير أكتر من قرينتها. ولا ننسى شباب اللي الحاجة اللي ما بتكتبش في كتبنا، الأنكليستوما. إحنا موطن من مواطن الأنكليستوما، مصر عندنا فيها أنكليستوما، بسميها مصاص الدماء في فقد المعلومات العامة. دودة الأنكليستوما بتعيش فقط على الدم في الانتستين، بتمسك في جدار الانتستين تاخد دم بس نص سنتي في اليوم. طب وفي المتوسط الشخص اللي عنده أنكليستوما بيبقى عنده كام دودة في المتوسط؟ فقد المعلومات العامة محدش يسألك فيها، محدش يعرف كلام ده، 100 دودة. يبقى اللي عنده أنكليستوما عنده 100، الواحدة في المتوسط بتاخد نص سنتي، يبقى بيفقد كل يوم 50 سنتي. يبقى هنجيب له منين ده حديد؟ يبقى ده الباثولوجيكال. برضو قلت مش انا بشرح شرح وافي بس مش عيد تاني، هعيد فكرة الشرح بس. يا نقص الوارد يا زيادة الاحتياج، نقص الوارد يا الانتيك قليل يا الابزوربشن قليل، زيادة الاحتياج يا فيسيولوجيا يا باثولوجيا. وكل لستة كان فيها كام يا شباب؟ 3، ورقم الساعة 3. ولا اعتقد في لستة عندكم اكمل من هذه اللستة، هنا وهنا فقط يصنع الاوائل، ده اتحرك فيها لان انتوا الاوائل، انتوا اللي بتخلوا يعني موطن فخري واعتزازي ان عندي الطلبة بهذه الصورة، ابناء اطباء وورد وايد. انا عندي هنا في ميرتل بيتش اللي هي محدش سمع عنها اساسا، لسه مقابل على البيتش امبارح واحد بتاع اطفال واحد جراح، شيء الواحد يفخر بيه. ده الكوز اوف انفيشنس. هنا بقى في سؤال شاف عاوز اقوله لك، قلنا بماذا تتميز نقص البي 12 والفوليك اسيد؟ نفكر، مفيش دي ان ايه، مفيش دي فيجن، فالخليه هتقعد كبيره فبتبقى ماكروسيتيك، الخليه اكبر حجما. طب بماذا تتميز؟ واحد من اهم الاسئله انيميا نقص الحديد، فكر فيها. لو الحديد ناقص، الحديد ده مهم في عمل ايه؟ الهيموجلوبين، يبقى الهيموجلوبين هيبقى ناقص. وبقولها برضو بطريقه طفوليه، يو ويل نيفر فورجيت ات، كره القدم منفوخه ميه، كرة الدم منفوخة هيموجلوبين. يبقى لو نقص الهيموجلوبين الكرة هتبقى أصغر حجما. يبقى الأيرن ديفيشنسي بيدي مايكروسيتيك أنيميا، العكس تماما، مايكروسيتيك نوت ماكروسيتيك. فتملي بقول الأيرن نقيض البي 12، الأيرن يمتص من الديودينم، البي 12 يمتص من اللور إليم، مش إليم، للأوائل اللور إليم. البي 12 القليه ما تنقسمش فتبقى ماكروسيتيك، كل حاجه فاهمها ليه مش حافظها، ماكروسيتيك كبيره. انما الحديد مهم العمل الهيموجلوبين، اهم حاجه في الهيموجلوبين الحديد، مفيش حديد مفيش هيموجلوبين، كره القدم منفوخه هواء، كره الدم منفوخه هيموجلوبين، الكره اللي مش منفوخه بتبقى اصغر، ينقص الاير ينقص الهيموجلوبين تبقى الكره مايكروسيتيك، وفي الحاله دي بسبب نقص الهيموجلوبين فيقولوا عليها هايبوكروميك، مايكروسيتيك هايبوكروميك. واحد من اهم الاسئله في الشافوي. الصفحة الأخيرة يا شباب خاصة بالأنيميا، الأنيميا احنا وعدنا الحصة هتبقى بإذن الله في حدود ساعة وربع لساعة ونص ماكسيموم بما فيها الأسئلة، وأديك شفت. بس كان لازم أول أسبوعين نبقى عندنا شاب بطء عشان نفهم. نيجي اول حاجه، ده واحد من اهم الموضوعات في الطب، وطبعا اللي فات كان متعلق بيه كله، يعني بيجي السؤال بي 12 فوليك اسيد اير ريجوليشن، كل ده حصه كلها نظري مهم مش سالف، اي صفحه فيها نظري مهم مش سالف. الانيميا باي ديفينيشن، ما هو تعريف الانيميا؟ decreased RBCs count and hemoglobin concentration. هنا and or، بس لا لازم and، لا decreased RBCs count and hemoglobin concentration، ما ينفعش واحدة، لو قال لك اور تبقى غلط، عشان يبقى انيميا لازم حاجتين، الـ RBCs ناقصة الـ count،
والهيموجلوبين كونسنتريشن ناقص في مجمله. يعني واحد يقول لي طب ما انت قلت الكره الكبيره فيها هيموجلوبين اكتر، بس النقص في العدد ادى الى نقص في اجمالي الهيموجلوبين. يعني ما فيش انيميا في الدنيا في الام اس كيو لازم الار بي سي تبقى قليله في الكاونت والهيموجلوبين ناقص في الكونسنتريشن. وخد بالك بقى دي الارقام للاوائل مش اي حاجه. نورمالي قلنا الميل عنده الار بي سي فوق 5 مليون والفيميل تحت 5 مليون بشويه. عشان نقول ان عندك انيميا وانت ميل لازم العدد يبقى تحت كام؟ شوف الدقه، شوف الدقه، 4.5 مليون في كل مليمتر مكعب. طب والفيميل للاوائل 3.9 من 10 مليون في كل مليمتر مكعب. طب الهيموجلوبين قلنا الميل عنده 16 جرام والفيميل 14، لازم تنقص عن هذا الرقم 2.5. يبقى الميل المفروض عندي 16، يبقى ما انقص 2.5 تبقى لازم تبقى تحت 13.5. الفيميل 14 لما تشيل منها 2.5 يبقى لازم يبقى تحت 11.5. وقولها في حاجة يعني مش قصد بيها الطرافة أكثر ما تبقى تفتكرها. كنت ماشي في الشارع وبعدين في مصر، في مصر العزيزة، وراجل عمال يقوله تعالى بص ب2.5، تعالى بص 2.5. فأنا اتذكرت قلت الراجل ده بيشرح الأنيميا، يبقى افتكرها. لازم الرقم بتاع الهيموجلوبين يقل 2.5، تعالى بص 2.5، تعالى بص 2.5. ال 16 يبقوا تحت 13.5 وال 14 تحت 11.5. لا اقصد المداعبه اكثر من ان الطالب ساعات بيقول لي فاكرينها قلتها ازاي. نيجي التايبس اند كوزز في انيميا. للدنيا سبع عجائب وللانيميا سبع اسباب. حقيقه الامر قلت للدنيا ثمان عجائب، لان فيوليا من ثلاث سنين قالوا الناس هتستفتي في الانترنت على عجائب الدنيا السبعه، مصر رفضت ان الاهرامات تدخل، اهرام لا يستفتي عليها احد. دي حاجة goes without thinking. فإرضاء لمصر خلوا الأهرام برة والناس استفتت على سبعة تانين، فأصبحت عجائب الدنيا الآن في فقط المعاهد العامة تمانية. إنما خلينا نرجع للمقولة الأساسية عجائب الدنيا سبعة. في سبع أسباب للأنيميا وثلاث أنواع. الثلاث أنواع حسب حجم الكرة. لو الكرة أكبر حجما هنسمي الأنيميا دي macrocytic. لو الكرة أصغر حجما هنسميها مايكروسيتيك. لو الكرة حجمها طبيعي، مش عاوز عبط، حجمها طبيعي لكن عددهم قليل والهيموجلوبين قليل، الوحدة حجمها طبيعي نسميها نورموسيتيك. يبقى الأنيميا حسب حجم الكرة الواحدة. اديني عينة أنا عارف إن الراجل ده مجمل عدد الـ RBCs ناقص، كمية الهيموجلوبين في المجمل ناقصة، وإلا ما يبقاش عنده أنيميا. لازم ينقص مش أور أن RBCs count and hemoglobin concentration. وريني واحدة بالخيال والرهاني، طبعا مش هقدر اوريك واحدة. لو لقيتها اكبر حجما يبقى ده macrocytic. لكن خد بالك للاوائل، في هذه الحالة حجمها الضعف وتحتوي هيموجلوبين الضعف، يبقى تركيز الهيموجلوبين ثابت، عشان كده يقولوا macrocytic normochromic. لكن لو RBCs اصغر حجما هتبقى microcytic، لكن في نفس الوقت يعني ايه مايكروسيتيك؟ قلنا الهيموجلوبين قليل، اقل من النقص في الحجم، هايبوكروميك. هقولها بلغه الارقام اللي بتفهموها والارقام لا تكذب. مايكروسيتيك هنفرض فرضا بلغه الارقام ان الكره نزل حجمها للنص. لو الهيموجلوبين نزل هو كمان للنص كان يبقى مواكب لحجمها، كنا سميناها نورموكروميك. انما الحجم نزل للنص والهيموجلوبين اللي جواها نزل للربع، فما يزال بانها نص الحجم بتحتويش نص الهيموجلوبين، ربع الهيموجلوبين اللي مفروض، عشان كده هي هايبوكروميك. اظن كده سهله. يبقى هنا زاد الحجم للضعف والهيموجلوبين زاد للضعف، فتركيز الهيموجلوبين ثابت، دي سواي نورموكروميك. انما هنا نزلت للنص، الهيموجلوبين ما نزلش للنص، نزل للربع، يبقى مايكروسيتيك هايبوكروميك. هنا الار بي سي حجمها طبيعي نورموسيتيك وتحتوي الكميه الطبيعيه من الهيموجلوبين نورموكروميك، ومش عاوز غباوه. أمال ليه عنده أنيميا؟ عنده أنيميا لأنه العدد قليل والهيموجلوبين قليل. ده القصة، ودي الأرقام تبقى عارفها كويس. طب تعال نشوف بقى السبع أسباب. ما هي أسباب الماكروسيتيك؟ حفظتها الأجيال. هعيد نفس الجملة، ليه الخلية أكبر حجما؟ لأن نو ديفيجن. وليه نو ديفيجن؟ لأن قولوا معايا نو دي إن إيه. ومين اللي محتاجينه لعمل الدي إن إيه؟ بي 12 او فوليك اسيد، مهمين لعمل الثايموديين ترايفوسفيت ودي ان ايه.
يبقى ما يجيب لي سؤال نظري ما بيجيبهاش كلها. causes of macrocytic anemia هقول يا اما بي 12 deficiency يا اما folic acid deficiency، وكل واحد ليه اربع اسباب. اتفقنا مش هنعيد تاني، انت تعيد لو عاوز تحفظ مره اخرى. طب ايه اسباب المايكروسيتيك؟ كره القدم بحب الطريقه دي قوي، منفوخه هواء. كره الدم منفوخه هيموجلوبين، يبقى لو نقص الهيموجلوبين الكره تبقى اصغر حجم. طب الهيموجلوبين ده الاوائل كلمه من شقين، هيم وجلوبين. لو نقص الهيم، هيم اظن قلت لك معناها حديد، يبقى نقص الحديد ديفيشنسي في ايرون، وحطيتها في الدايره المعرجه المشهوره بتاعتنا الدينوتينج، ده اهم سبب في العالم وورد وايد ايرون ديفيشنسي. طب والجلوبين للاوائل، الاوائل فقط في كثير من كتبكم مش مكتوبه. ايه اللي نقص الجلوبين؟ لسه قلناها الثلاسيميا، انيميا البحر المتوسط. مش عارف زي ما بيهتموش بيها عندنا، مع ان احنا بتوع الثلاسيميا. الثلاسيميا دي في جنوب اوروبا وشمال افريقيا، ومصر من دول شمال افريقيا. ثلاسيميا، ثلاس يعني بحر. يبقى شوف الطالب الذكي يعني بيفكر ما بيحفظ. هي ليه الكرة اكبر حجما؟ قالها بنفس طريقة عبد الله، لانها لن تنقسم، ما حصلش دي فيجن، وهي عشان تحصل لها دي 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 فيجن لازم يبقى فيه دي 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 ان اي، وعشان يبقى فيه دي ان اي عاوز بي 12 وفوليك اسيد. يبقى الماكرو ليها سببين، نقص البي 12 والفوليك اسيد. طب المايكرو ليها سببين، يا اما قلنا كره القدم منفوخه هواء، كره الدم منفوخه يا شباب قلنا هيموجلوبين، يبقى الهيموجلوبين ناقص. والهيموجلوبين ده كلمتين، هيم نقص الحديد او جلوبين قلنا زي في الثلاسيميا، بيبقى في ديفكت في الجين اللي بيعمل الجلوبين، فاكر؟ ويبقى نورمال هيموجلوبين، بس الكميه قليله، الاماونت. يبقى ارجع لها، يبقى سببين للماكرو سببين للمايكرو، ده اربع اسباب. احنا قلنا في سبع اسباب للمجمل، النورمال ليها ثلاث اسباب. فكر بذكاء، الخلايا طبيعيه بس عددها قليل، يا اما ما بيتعملوش، خدناها ابلاستيك انيميا بوظان في البون مارو، يا اما اكيوت هيموريدج يعني نزيف حاد. انا دلوقتي قاعد لا قدر الله اصبت، الكرات الدم الحمراء بتاعتي طبيعيه، نزفت ربع الدم، هل الثلاث ارباع اللي موجودين شكل الكره اتغير؟ لا، ما زالوا زي ما هم، نورمو كروميك نورمو سيتيك. بس ليه عندي انيميا؟ ان ربع الدم فقدته، مجمل عدد الار بي سيز والهيموجلوبين قل. فيبقى بلاستيك انيميا باسبابها اللي قلناها في البون مارو، اكيوت هيموريدج. وهنا الاوائل هجيبها لكم سؤال، اكيوت هيموريدج تدي نورموسيتيك انيميا، انما الكرونيك هيموريدج مش هلحق عليها حديد تدي مايكروسيتيك. يبقى في فرق بين نزيف حاد، اكيوت يدي نورموسيتيك نورموكرونيك، كرونيك هيموريدج يبقى عاوز حديد كتير عشان اعوض يديني مايكروسيتيك. ثالث سبب هيموليتيك انيميا. يبقى ايه اللي خلى الكرات نقصوا؟ نفكر بهدوء، يا ما بيتعملوش ابلاستيك، يا بيفقدوا. هنا في سببين، يا بره الجسم اكيوت هيموريدج، يا بيتكسروا جوه الجسم هيموليتيك انيميا. يبقى كام سبب للنورموكروميك؟ ثلاثه. علمتك ازاي تفكر، ازاي بجيب المعلومات، ايه اللي هي طبيعيه ونقصت. يبقى يا اما ما بيتعملوش ابلاستيك، يا اما فقدوا، طبيعيين بس فقدوا. خارج الجسم تبقى اكيوت هيموريدج، خارج الجسم هيموليتيك. طب ايه اسباب الهيموليتيك انيميا؟ في كتب كثيره مش موجوده لكن احب اقولها. ايه اللي بيكسر كره الدم الحمراء؟ انترنسيك ديفكت، عيب في كره الدم الحمراء. انترنسيك ديفكت، يا اما عيب بره كره الدم الحمراء، اكسترنسيك ديفكت. نبتدي باكسترنسيك ديفكت، عيب بره. حضرتك والعبد الله الارض بتاعتنا زي الفل، ايه اللي كسرها؟ هي طبيعيه، ايه اللي كسرها؟ حاجه من بره. هفسر لكم بطريقتي اللي بحبها، اي بي سي دي عشان ما تنساش ابدا. ايه انتي بوديز؟ نقلوا لي دم مش نفس الفصيله، فالانتي بوديز كسرت الكرات بتاعتي. بي بكتيريال توكسينز، بعض انواع البكتيريا التوكسينز السموم كسر ار بي سيز. سي كيميكال بويزنز، بعض السموم واشهرها سنيك فينم، سم الثعبان. اديك عرفت معلومه جميله، لما الثعبان بيقرص بيموتك من ايه؟ بيكسر ار بي سيز. هي ده المثال بتاع الكيميكال بويزنز، سنيك فينم. دي دراجز، بعض الادويه كسايد افكت
في بعض الناس مش في كل الناس ولا ما كناش اديناه، بعض الناس كده واحد في كل 1000 الادويه ماشيه زي الفل في 999 وفي الواحد ده بتكسر له الار بي سيز. يبقى ايه اسباب الاكسترينسيك ديفيكت؟ ايه؟ انتي بوديز، بي بكتيريال توكسينز، سي كيميكال بويزن، دي دراجز. نيجي بقى انترنسيك ديفيكت، لا العيب بقى في الكره بقى مش بره الكره. العيب ممكن يبقى في حاجه من 3، احب النظام قوي، يا في الممبرين يا في الهيموجلوبين يا في الانزيم. الممبرين قلنا مفروض الار بي سي شكلها ايه؟ مقعره، بيكون كيف ليه؟ عشان لما تشفط ميه تبقى محدبه باي كونفكس، وبعدين تشفط اكتر تتكسر. طب ايه رايك لو هي من الاول شكلها زي الكوره باي كونفكس كرويه من الاول؟ يبقى اول شويه ميه تاخدها هتفرقع. في مرض وراثي اسمه هيريديتري سفيرو، سفير يعني كوره، سايتوزس، سايتوز يعني خلايا، الخلايا الكرويه الوراثيه، هيريديتري سفيرو سايتوز. طب سبب في الهيموجلوبين، ان الهيموجلوبين اب نورمال، زي مين بقى؟ قلنا في الثلاسيميا الهيموجلوبين نورمال. مين الهيموجلوبين اللي خدناه اب نورمال؟ سيكل سيل انيميا، اللي قلنا امتى تتكسر؟ لما تعرض لنقص في الاكسجين. ثالث سبب مشهور جدا في العالم اللي هو اسمه جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي، نقص في هذا الانزيم. ده موجود في 2% من الناس، موستلي ميلز، موستلي ميلز اللي هو ده. في ناس عندها نقص في هذا الانزيم، الانزيم ده مفروض اي ميه تدخل جوه الار بي سيز يساعد في انه يطلعها. لو الانزيم ده نقص يبقى الميه تدخل مش هتطلع، الكره بدل الاول ما هي مقعره هتبقى محدبه وبعدين تفرقع. ايه اللي ينقص هذا الانزيمز؟ بكتيريا وفيروس توكسينز بتنقصه، البقول، وفي حاجه مهمه قوي قوي ما اعرفش ما بيهتموش عندنا فيها، الفافيزم، اللي هو في اطفال هو بياكل فول مدمس فافيزم بيبقى عنده حساسيه جدا يتكسر لما ياكل فول مدمس الكراب بتاعته. يبقى الديفكت يا في الممبرين، ان بدل ما هي باي كونكيف باي كونفكس، الكره كرويه مع اي شط ما تاخدها تفرقع، هيريديتري سفيروسيتوزيس، في الهيموجلوبين سيكل سيل انيميا، في الانزيم جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز. ده سؤال نظري مهم، السؤال فيه يتقسم لثلاثه، يعني عندي هنا ثلاث اسئله، اسباب الماكرو، اسباب النورمو، اسباب المايكرو. يبقى الماكرو هي ليه كبيره؟ مفيش ديفيجن. ليه؟ بسبب ان مفيش دي ان ايه، بسبب ان مفيش بي 12 وفوليك اسيد، ادي اثنين. طب والمايكرو ليه صغيره؟ عشان كره القدم منفوخه هواء، كره الدم منفوخه هيموجلوبين. قسم الكلمه، مفيش هيم اير ديفيشنسي او الجلوبين نورمال اه بس ناقص، اللي هو فين بقى؟ ديفكت في الجين اللي بيعمل الجلوبين، الجي مع جي ثلاثين. يبقى هنا سببين وهنا سببين. طب والنورمو ثلاث اسباب، يا ما بيتعملوش ابلاستيك، يا بيفقدوا، يا بره الجسم اكيوت هيمرج، يا جوه الجسم هيموليتيك. والهيموليتيك يا العيب بره الار بي سيز اكسترنسيك اي بي سي دي، يا في الار بي سيز انترنسيك ممبرين هيموجلوبين او انزيم. لو في حاجه فوق الفول مارك يا شباب، فوق الفول مارك لازم هتاخدوها. نيجي اخر حته ونقفل بيها، اللي هو ازاي نعرف نوع الانيميا، ازاي بنشخص نوع الانيميا، ثلاث انواع، ومنها نستنتج السبب، لانه كل نوع ليه اسباب معينه، كل نوع ليه اسباب معينه. هنا سببين للمايكرو بي 12 فوليك اسيد، سببين للمايكرو هيموجلوبين الايرون والثلاسيميا، ثلاثة للنورمو، يا ما بتتعملش ابلاستيك، يا بتفقد اكيوت هيموريدج او هيموليتيك. ازاي بنعرف نوع الانيميا؟ وريني واحدة وانا من حجمها من السامبل دي من العينة دي هقول لك نوع الانيميا وعليه استنتج السبب. نحن ما بنشوفهاش بالميكروسكوب. ما فيش حد يقدر بالميكروسكوب يميز حجم الكرة دي أصغر ولا أكبر ولا نورمال بالحساب يا شباب. بثلاث مسائل من أهم الأسئلة في امتحان التير، بالمين كورباسكولار متوسط الهيموجلوبين في الكورباسل، أو مين كورباسكولار فوليوم متوسط حجم الوحدة، أو مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. ثلاث مسائل ضرب نار هجيبها لكم المرة الجاية في الام اس كيو، هنقولها في عجالة وبعدين هنحل عليها مش كل مره الجايه. يبقى ازاي بنعرف نوع الانيميا؟ بالمين. مين 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 يعني متوسط؟ كورباسل يعني كره، يبقى ما تركزش في كلمه مين كورباسكول، انت عاوز تعرف متوسط الهيموجلوبين في الكره، او متوسط حجم الكره، او متوسط تركيز الهيموجلوبين في الكره.
يبقى مين كورباسكولار؟ يعني متوسط الكره، متوسط ايه؟ الهيموجلوبين ولا الفوليوم ولا الهيم كونسنتريشن. حتى بقولها كان في اغنيه في رايو سكينا بيقول لك ان بتقول له مين مين مين، فلما يجي يقول لك مين بتشخص الانيميا ازاي تغني الاغنيه دي، مين يقنس وحدتك، مين يلمع جزمتك، فاكرها في رايو سكينا كانت بتغنيها شادية. الظاهر انتم مش عارفين حتى لا ليكوا في علم ولا ليكوا في اغاني ولا ليكوا في حاجه خالص. اوكي نرجع تاني، مين كورباسكولار هيموجلوبين؟ انا عاوزك في طريقه لطيفه لما يجي لك سؤال مين كورباسكولار هيموجلوبين، اشطب كلمه مين كورباسكولار دي معناها متوسط الكره. هو عاوز ايه؟ ركز في الحرف الاخير اتش، هو عاوز متوسط الهيموجلوبين في الكره. طب دي تتحسب ازاي؟ لو جبت طفل اقسم كميه الهيموجلوبين على عدد الكرات يطلع متوسط الهيموجلوبين في الكره الواحده. طالب يقول لي ممكن تسهلها لنا؟ طبعا سهلها حضرتك. احنا قاعدين 20 فرد، واحد دخل عنا ب 40 كيلو حلوه، يبقى نصيب الفرد قد ايه؟ تحسبه ازاي؟ نصيب الواحد الكره الواحده قد ايه؟ اقسم كميه الحلوه على عدد الافراد، هنا نقسم كميه الهيموجلوبين على عدد الار بي سيز، يطلع الواحده في المتوسط فيها كام. فهنقسم الهيموجلوبين كونتنت ان جرامز اللي هو 15 جرام، قلنا ما هو 16 في الميل و14 في الميل، خلينا بس ادي مثال 15، والار بي سيز كاونت مليون 5. طالب زكي قال لي في مغالطه، قلت له ايه؟ قال لي 15 جرام هيموجلوبين ده في كل 100 سنتي دم، انما 5 مليون ار بي سيز ده مش في كل 100 سنتي، ده في كل كيوبيك مليمتر. فما ينفعش تقسم كميه الهيموجلوبين اللي في 100 سنتي على عدد الار بي سيز اللي في كيوبيك مليمتر. قلت له يعني اعمل ايه؟ قال لي لازم تقسم كميه الهيموجلوبين اللي في 100 سنتي اللي هي 15 جرام على عدد الار بي سيز في 100 سنتي. قلت له سهله جدا، انت عندك في المليمتر مكعب كام؟ قال لي 5 مليون. قلت له يعني 5 جنبيها 6 صفار في كل مليمتر مكعب. طب في كل سنتي مكعب؟ قال لي السنتي المكعب في 1000 مليمتر مكعب، 10 في 10 في 10 انه مكعب، يبقى 5 جنبيها 9 صفار، يبقى الملي في 5 مليون يعني 5 جنبيها 6 صفار. طب السنتي متر مكعب 1000 مليمتر، 5 جنبيها كمان 3 صفار بجنبيها 9. طب 100 سنتي، 100 سنتي مش سنتيمتر، يبقى كمان صفرين، بقى 5 جنبيها 6 و3 و2 يبقى 11 صفر. عاوزك تجيب ورقه كده وقلم وانا بتكلم تفكر. الملي فيه 5 مليون، 5 حط لي جنبيها 6 صفار. طب السنتيمتر مكعب زود على 6 السنتيمتر مكعب 1000 مليمتر، كمان 3 صفار بقوا 9. طب احنا لازم احنا قاعدين في 100 سنتي، حط كمان صفرين يبقى 11 صفر. يبقى الهيموجلوبين 15 جرام في كل 100 سنتي موجود في 5 جنبيها 11 صفر ار بي سيز. طب بالله عليك يعني تفتكر الكره هيبقى فيها جرام؟ فك الجرامات ده الوحده صغيره عشان نعرف نقسم. عارف الجرام فيه كام بيكو جرام؟ واحد جنبيه 12 صفر، 10 اس 12. خلاص بس اتفهمت. يبقى الهيموجلوبين كونتنت ان جرام لو حولته لبيكو جرام هيبقى واحد جنبيه 12 صفر، والار بي سيز كاونت تحت هيبقى 5 جنبيها 11 صفر، يبقى فوق 15، ما هو الهيموجلوبين قلنا 15 جرام جنبيها 12 صفر، لان الجرام قلنا 12 بيكو جرام 12 صفر، يبقى ال 15 جرام 15 جنبيها. كان نفسي طبعا يبقى في بورد ونقعد نكتبها، بس يعني انا متخيل انك متخيل الجرام في واحد، الجرام واحد جنبيه 12 صفر بيكو جرام. طب احنا عندنا فوق 15 جرام، يبقى 15 جنبيها 12 صفر، وتحت 5 جنبيها 11 صفر، شيل 12 صفر مع 11 صفر بقى 10 اهي. يبقى ال 10 دي جت منين ومحدش هيسالك فيها، بس ما اقدرش اعمل في الجامعات هنا الكام الفارغ ده، دي تعديل حسابات. واحنا كاطباء مش غاويين حساب، فقال لك بص احنا هنقول لك من الاخر، انت هات الهيموجلوبين كونتنت ان جرامز اللي هو 15 على الار بي سيز كاونت ان مليون اللي هو 5، ما تحطش اي صفار، 5 مليون اكتب 5 بس، ما تحطش اي صفار، لا هنا ولا هنا. تعديل الحسابات نتج عنه فرق كان هنا 12 صفر،
وين 11 يصير في 10؟ اضرب في 10 يبقى 15 على 5 في 10، 15 على 5 في 3 في 10 يبقى 30 بيكوغرام. طبعا في متوسط، في افريج من 25 الى 32 بيكوغرام. مسألة تانية، مين كورباسكولار فوليوم؟ قلنا اشطب مين كورباسكولار، هو عاوز ايه؟ الفوليوم. اقسم الباك سيل فوليوم حجمهم كلهم اللي هو الهيماتوكريت فاليو، اللي قلنا ان الار بي سيز بتمثل 45% من حجم الدم، يبقى هنا فوق 45 باك 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 يعني مع بعض سيل فوليوم على الار بي سيز كاونت مليون ليها 5. تعديل الحسابات نتج عنه مش هقوله بقى صفر زياده في 10، يبقى 45 على 5 في 10، يبقى 45 على 5 ب 9 في 10 يبقى 90 كيوبيك مايكرو. في رينج طبعا، مش كل الناس زي بعض بالظبط، ما بين 80 و 95 يبقى انت نورمو سيتيك، حجم الخليه طبيعي. طلع حجمها تحت 80 تبقى مايكرو سيتيك، تبقى اير ديفيشنسي اور ثلاسيميا. فوق 95 تبقى ماكرو سيتيك، تبقى بي 12 فوليك اسيد. اخر مساله اللي هو المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. اشطب مين كورباسكولار هتلاقي فاضل حرفين هيموجلوبين كونسنتريشن. قلت لطفل عرف لي الكونسنتريشن بره الفسيولوجي، ما هو التركيز؟ في ابسط صوره انسى فسيولوجي، عباره عن كميه في حجم. يعني ما اقول لك تركيز ماده البيبسي في الكان اللي في ايدي دي، انا ما فيش في ايدي حاجه عشان ما تحسرنيش، ما بحبش اشرب في اثناء الشرح. تركيز مادة البيبسي في الكان اللي في ايدي دي هتحسبه ازاي؟ كمية مادة البيبسي في حجم الكان اللي هو 333 سنتي، يبقى لازم التركيز يتحسب كمية في حجم. طب ما بنفس المنطق، كمية كمية الهيموجلوبين على حجم الـ RBCs packed cell volume، يبقى نقسم الهيموجلوبين content in grams على الـ packed cell volume. هنا بقى بنضرب في 100، المية دي بقى مش تعديل حسابات، هنا الحسبة مظبوطة. الهيموجلوبين في 100 سنتي 15 جرام في كل 100 سنتي، الباك سيل فوليوم حجم الار بي سيز 45 من كل 100، يبقى هنا مظبوطه ومظبوطه. عشان كده ال 100 دي مش تعديل حسابات، انت بتحسب في 100. الهيموجلوبين كونتنت 15 ده في 100، والباك سيل فوليوم 45 في 100، 15 على 45 بيبقى ثلث ال 100، تبقى حوالي 33.3 الرينج من 32 الى 35% او جرام دي ال لكل ديسي لتر، يعني جرام لكل 100 سنتي. انا هقولها بطريقه سهله جدا، هم مش هيسالك جابوا منين ال 10، ان دي تعديل حسابات. كان فينا 12 صفر، وتحت لما حسبنا في 100 سنتي كان عدد الار بي سيز 5 جنبها 11 صفر فبقى 10، وهنا تعديل حسابات. هنا مش تعديل حسابات، الحسبه صح اوريدي في 100. انا بقولها بطريقه لا ينساها الطلبه، وانتوا اطباء مش عاوزين تحسبوا. انا كنت غاوي حسابات لاني في يوم من الايام دخلت فنيه عسكريه قبل ما ادخل الطب، وبعد كده حتى مسكت قسم هندسه طبيه، كنت غاوي الحسابات. انا اقول لك بطريقه طيفه، اما يجي لك اي مساله من الثلاثه دي اشطب الاول كلمه مين كورباسكولار اللي هو الحرفين دول. لو بقى لك حرف واحد هيموجلوبين او فوليوم حرف واحد اتش او في، حط صفر واحد في 10. لو بقى لك حرفين مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، بعد ما شطبت المين كورباسكولار اللي ملهاش معنى، فاضل حرفين اهو هيموجلوبين كونسنتريشن، اضرب في صفرين في 100. في اسهل من كده؟ يعني انت ازاي هتحل المسائل دي؟ شيل كلمه مين كورباسكو، لو بقى لك حرف واحد هيموجلوبين او فوليوم في اتش او في، اضرب في صفر واحد في 10. بقى لك اثنين هيموجلوبين كونسنتريشن، اضرب في صفرين في 100. طبعا لازم تبقى حافظ النورمال ستاندرد، وحتى قلت لك جه منين ببساطه، انت ممكن تتخيل الرقم اللي في النص، الهيموجلوبين كونتنت ان جرام 15 جرام على 5 مليون، 15 على 5 في 10 تبقى 3 في 10 تبقى 30 من 25 30. هنا الباك سيل فوليوم في كل 100 سنتي 45 سنتي سي او2 خدناها في اول محاضره في البلاد، والار بي سيز كاونت 5، 45 على 5 في 10 تبقى حوالي 45 على 5 ب 9 في 10 تبقى 90، الرينج من 80 ل 95. هنا الهيموجلوبين كونتنت ان جرامز اللي هو 15 على حجم الار بي سيز كلهم، ما كميه في حجم، كميه الهيموجلوبين 15 جرام، حجم الار بي سيز 45 في كل 100 سنتي، يبقى 15 على 45 تبقى 33 من 32 الى 38. هجيب لك على دي مسائل.
يبقى ازاي بنعرف نوع الانيميا؟ مش بالرؤيه هي صغيره ولا كبيره ولا عاديه، بنعرفها بالحساب، بالمين كورباسكور. ركز على اللي جاي، هيموجلوبين عاوز متوسط الكره، الهيموجلوبين في الكره ولا الفوليوم بتاع الكره المتوسط بتاعها ولا تركيز الهيموجلوبين في الكره. مين كورباسكور يعني متوسط الكره. هل عاوز اعرف الهيموجلوبين ولا الفوليوم ولا الهيموجلوبين كونسنتريشن؟ لو عاوز اعرف الهيموجلوبين قلت لك زي قصه الحلوى، اقسم الكميه على عدد، يطلع لك كل واحد ياخد كام كميه على عدد، يطلع لك متوسط الهيموجلوبين اللي هتاخده الكره. طب عاوز الحجم، اقسم حجمهم كلهم بابسي الفوليوم في 100 سنتي في 45 ار بي سيز، ده حجمهم كلهم على عددهم في 100 سنتي. وبرضه في 10 للتعديل. اما الكونسنتريشن قلت بطريقه سهله، الكونسنتريشن عباره عن كميه في حجم يا شباب، اقسم الكميه على الحجم، وانت الكميه هنا في 100 والحجم 100، يبقى ال 100 دي مش للتعديل، دي عادي خالص. قلت انسى الرياضه، انسى الحساب، انسى الفهم. جالك اي مساله في الثلاثه دي اشطب مين كورباسكور، هي بتتكتب بالابريفيشن مين كورباسكور. لقيت حرف واحد فاضل هيموجلوبين او فوليوم، حرف واحد اضرب في 10 واحد. لقيت حرفين هيموجلوبين كونسنتريشن اضرب في 100. دول للي عاوز يفهم الفرق بين الاصفار تعديل حسابات، دي مفيش تعديل حسابات، دي في 100. وهجيب لكم مسائل على الحكايه دي، ومن المساله هقول لك لو طلعت حجمها اصغر من 80 تبقى مايكرو، يبقى الإجابة الصحيحة تبقى أيرن ثلاسيميا. طلع أكبر من 95 تبقى ماكرو، يبقى بي 12 فوليك أسيد. طلعت داخل الرينج يبقى الأسباب التلاتة دول للأنيميا. تلات أسباب، آسف، الأنيميا تلات أنواع وسبعة أسباب، يا مايكرو يا نورمو يا ماكرو. المايكرو سببين، يا أيرن ثلاسيميا لأن الكرة مش منفوخة، يبقى الهيم أيرن ناقص أو الجلوبين ناقص ثلاسيميا، يا اما ماكرو. ليه ماكرو؟ عشان ما حصلش دي فيجن، عشان ما فيش دي ان ايه، عشان ما فيش بي 12 فوليك اسيد. يا نورمو، ثلاث اسباب، يبقى 2 2 و3 يبقى 7. تبقى حافظهم على اطراف الاصابع، من اهم المواضيع النهارده اللي هو الانيميا. ليه طبيعيه بس صغيره، بس اسف بس عددهم قليل والهيموجلوبين قليل، يا ما بيتعملوش ابلاستيك، يا بيفقدوا خارج الجسم اكيوت هيمورجيا داخل الجسم، بيتكسروا لسبب عيب فيهم انترنسك او عيب جاي من بره اكسترنسك الاي بي سي دي. وفي النهايه زي ما اتفقنا 90 دقيقه ماكسيمم، طبعا الحصه طويله جدا، انت هتشوفها تاخدها في كام محاضره هناك، عيدها مرات ومرات ومرات. وفي النهايه اشكركم لحسن انصاتكم، واطلت عليكم، ولكن زي ما بقول قاعد ان احنا هناخد كميه معتبره، وباذن الله الا يعني ما خلق قضاء الله مع العبد الله هنخلص، ومش بس بإذن الله نخلص وفي الوقت المناسب. جود لك يا شباب، وألقاكم على خير المحاضرة القادمة بإذن الله في الأوتونوميك يوم، انتوا عارفين. جود لك.